بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم عادل عوض شحت علي، مسؤول التحالف الإسلامي بمصر. والتحالف الإسلامي يتكون من الشيخ محمد الزواري والشيخ أحمد سلام مبروك المسجوناني. أحمد سلام مبروك الرجل الثالث في القاعدة بعد الدكتور أيمن الزواري. وبعد مين؟ وبعد الدكتور أيمن الزواري ومخطوف من أذربيجان من 13 سنة اللي خطفته المخابرات الأمريكية وقدمته لمصر قربان، ومصر قدمته حكمته بتأبيد غيابي وهو موجود في السجون المصرية من 13 سنة بسجن العقرب. والشيخ محمد الزواري واخد إعدام وهو أيضا مخطوف من الإمارات واخد حكم إعدام غيابي وهو حاليا موجود في سجن العقرب. وشخصي عادل عوض شحات علي الغنام أقدم معتقل سياسي في مصر خارج من 20 سنة. نزولي للتحرير لكي أقول كلمة، نزولي للتحرير إن أنا نزلت للتحرير علشان أطبق شرع الله عز وجل بالدعوة والتوحيد الخالص لوجه الله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح وما عليه المجاهدين في العصر الحالي أمثال الدكتور أيمن الزواهري والشيخ أسامة ولاد حفظه الله لإزالة طواغيت الأرض، لأن لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله وليس بالأحزاب السياسية التي تخالف شرع الله عز وجل بالدخول في اللعبة السياسية عن طريق الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي إن الحكم إلا للشعب، وربنا يقول إن الحكم إلا لله. فعندنا منهج سماوي شامل ينفع لكل زمان ومكان وصالح في كل عصر، والديمقراطية هي كفر بالله عز وجل وهي دين اليهود والنصارى، ونحن في غنى عن ذلك. جزاكم الله خيراً.